هنا عدرا قلب المدن الصناعية ومدينة العمال والكادحين. 11 من كانون الثاني العام 2013 طرق الإرهاب صدور أبناء المعامل وارتكب أبشع المجازر بحقهم. أوكل للجيش العربي السوري مهمة إعادة المدينة إلى أهلها والقضاء على العصابات الإرهابية التي استباحت الحياة فيها. من هنا مباشرة تطل علينا مدينة عدرا بالكامل، كما نلاحظ هنا أصوات الاشتباكات من المحاور الأربعة التي اتخذها الجيش العربي السوري للسيطرة على مدينة عدرا والقضاء على المجموعات الإرهابية فيها. أمامي مباشرة وحيث يتصاعد دخان عدرا العمالية التي اقتحمتها المجموعات الإرهابية، مدينة عدرا العمالية تبعد عن مدينة دمشق 20 كيلومترا وتعد أكبر منشأة صناعية تضم أكثر من 700 ورشة ومعمل صغير وكبير، وفيها صوامع الحبوب ومطحنة تشرين، ومطلة على الطريق الدولي القديم. تحدها مدينة ضمير من الشمال ودومة من الغرب، ومفتوحة بالكامل على الغوطة الشرقية شرقا. رصدت تحركات الإرهابيين وحددت الأهداف وبدأت عملية الاقتحام. مضينا مع احدى وحدات الجيش العربي السوري في احدى المحاور للسيطرة على عدد من الكتل والأبنية المشرفة على الطريق الدولي والممتدة خلفها مزارع عدرا التي تحصن بها عدد من الإرهابيين. بعد هذا التل ستكون عناصر الجيش العربي السوري في خط مباشر مع المجموعات المسلحة، خط النار الرئيسي. يلا خلينا. الآن بدأت عملية التمهيد المدفعي استعدادا لتقدم وحدات من الجيش العربي السوري إلى هذا المبنى الذي يشكل خط تماس مباشر مع المجموعات المسلحة. ما يعتمد عليه المسلحون نشر عدد كبير من القناصة على تلك المباني، لذلك هناك دقة في عملية تقدمنا. مدينة عدرا بالكامل مطوقة، الجيش يقوم من عدة محاور بالدخول إليها. هذا أحد المحاور الذي سنسلكه مع الجيش العربي السوري إلى الدخول إلى منطقة عدرا. وصلنا إلى الأبنية المراد السيطرة عليها، فحاول الإرهابيون تفجيرها في أثناء التقدم إليها. لكن محاولتهم باءت بالفشل وأنهيت العملية بالسيطرة على الكتل جميعها والمزارع التي حولها. على المحاور الثانية كانت وحدات أخرى من الجيش العربي السوري تتقدم إلى داخل مدينة عدرا العمالية السكنية وتقضي على العصابات الإرهابية لإحكام الطوق على الإرهابيين في مدينة عدرا بالكامل. لا تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على عزيمة هؤلاء المقاتلين، يشتد البرد فتشتد أصابعهم على مقابض السلاح، يشعلون بحرارة عزيمتهم وعقيدتهم بارود البنادق التي تسقط رؤوس المجرمين. لأخبار التلفزيون جعفر مراسل الإدارة السياسية والتفاصيل. بعد تسلل العصابات الإرهابية المسلحة إلى منطقة عدرا العمالية، قام الجيش العربي السوري ليلة الأمس بالدخول إلى منطقة عدرا العمالية، وبدأت الآن عملية دخول قوات المدرعات السورية إلى منطقة عدرا العمالية. سنرافق وحدة من الجيش بالدخول إلى محور جديد من أجل تطهير منطقة عدرا العمالية من الإرهابيين. نحن الآن على جسر بغداد، قوات الجيش العربي السوري متواجدة الآن في منطقة عدرا العمالية التي هي أمامنا. طبعا الآن تجري اشتباكات ما بين رجال الجيش العربي السوري والعصابات الإرهابية المسلحة في مدينة عدرا العمالية من أجل تطهيرها بشكل كامل. والآن كما تشاهدون علم الجمهورية العربية السورية يرفرف على جسر بغداد، وذلك من أجل قطع الطريق على قنوات الفتنة التي أشاعت خبر استهدافه أو السيطرة عليه من قبل عصابات إرهابية.
قواتنا المسلحة الباسلة تواصل تنفيذ مهامها المقدسة في إعادة الأمن والأمان إلى مدينة عدرا العمالية التي احتلتها عصابات الغدر والإرهاب وأخذت أهلها الأمنين كدروع بشرية. تمكنت مجموعة من قواتنا المسلحة من التسلل عبر الأراضي المحاذية للجسر وتطهيرها من المسلحين، ومن ثم الدخول باتجاه الهنجار وخلق تماس مباشر مع المسلحين. مدينة عدرا العمالية تم تطويق المدينة بالكامل في عدة